رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي يعود إلى نواكشوط قادما من العاصمة الكورية سيول بعد مشاركته في أعمال القمة الافريقية الكورية. وزير الدفاع الوطني يؤكد أمام الاجتماع 16 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن ضرورة الرفع من مستويات التنسيق والتعاون لضمان قيام إفريقيا آمنة ومزدهرة. وزيرة البيئة تطلق مقاربة التسير اللامركزي للمصادر الطبيعية بقرى جرالة في ولاية العصبة سعيا للحد من التغيرات المناخية. أهلا بكم مشاهدينا في مسائية في الجمعة من قناة موريتانيا، كما نرحب بسلم الحميدي الذي يرافقني بلغة الإشارة. عاد فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الافريقي فجر اليوم إلى نواكشوط قادما من جمهورية كوريا بعد أن شارك في أعمال القمة الكورية الافريقية المنعقدة يوم 4 و5 يونيو الجاري في سيول. وقد استقبل فخامة رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف معالي الوزير الأول السيد محمد والبلال مسعود والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المستشار برئاسة الجمهورية ووزيري العدل والداخلية واللامركزية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية والوالي المساعد لولاية نواكشوط الغربية ونائبة رئيسة جهة نواكشوط. ورافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام ضم كل من السادة الدكتورة مريم تداه السيدة الأولى المختار والدياي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيدية الحاج سفير موريتانيا بسيول أحمد الباهيني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية سيد أحمد اللبوه مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. ترأس وزير الدفاع الوطني الاجتماع 16 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد أكد الوزير ضرورة الرفع من مستويات التنسيق والتعاون مضاعفة للجهود في سبيل قيام إفريقيا آمنة مستقرة ومزدهرة. ينعقد هذا الاجتماع الدوري 16 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن أياما قليلة بعد تخليد الذكرى 61 لليوم الإفريقي والذكرى 20 لإنشاء مجلس السلم والأمن بهدف العمل على تعزيز المكتسبات التي حققها الاتحاد الإفريقي في هذا المجال وللتداول حول التحديات التي لا تزال قائمة وحول السبل والإجراءات الكفيلة بمواجهتها. أصحاب المعالي، أيها السيدات والسادة، يؤكد فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي السيد محمد والشيخ الغزواني دائما على الترابط العضوي بين التنمية والازدهار والسلم والأمن، داعيا إلى مراجعة مقاربات مواجهة العنف والإرهاب. فالمطلوب حقيقة هو وضع استراتيجية شاملة مندمجة تراعي تداخل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والفكرية في الظاهرة الإرهابية. وقد وضع فخامته السلم والأمن على رأس أولويات خارطة الطريق رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتحاد الإفريقي، وما ذاك إلا إدراكا منه أنه ما من تحد يواجه القارة الإفريقية إلا والتغلب عليه رهين بقدرتنا على تحقيق الأمن والسلام بعموم القارة. وتأسيسا على ذلك، فإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة راجيا لأعمالها التوفيق والنجاح
لأدعو الجميع إلى الرفع من مستويات التنسيق والتعاون مضاعفة للجهود في سبيل قيام إفريقيا آمنة مستقرة ومزدهرة. هنا في نواكشوط تسلم قطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مساء أمس في بلدية عرفات كمية من الأجهزة الإلكترونية لصالح المدارس الابتدائية بولاية نواكشوط الجنوبية. مواكبة للجهود التي تبذلها الجهات العليا في إصلاح النظام التعليمي ومسايرة للمدرسة الجمهورية، بلدية عرفات توزع 35 وحدة معلوماتية مكتملة على المدارس الابتدائية بالبلدية، إسهاما منها في التوجه العام لخلق بيئة مدرسية تواكب العصر ومتطلباته. هذا التدخل لصالح المدارس الابتدائية والذي هو بالحقيقة تدخل متنوع يشمل إعادة تأهيل بعض المدارس، وعلمي أن 4 مدارس تم تأهيلها هذا العام، ثم أيضا حتى بعض التأهيل الصغير في تأهيل السبورات المدارس، 70 مدرسة تم تأهيلها، وكذلك أيضا عمليات النظافة ومواكبة افتتاح العام الدراسي وتنظيف المدارس وإعدادها لاستقبال التلاميذ، ثم أيضا دعم بالكتاب المدرسي وهو دعامة تربوية بالغة الأهمية، حيث وفرت البلدية 53 ألف كتاب مدرسي لصالح التلاميذ في هذه البلدية. والآن أيضا نستلم 35 وحدة معلوماتية لصالح الآن مديري مؤسسات التعليم الابتدائي في بلدية عرفات. تدخلات من بين أخرى تشارك بها البلدية تحفيزا للأسرة التربوية والقائمين على المؤسسات التعليمية لتطوير الأداء وبلوغ المرام. باشرنا ومنذ الوهلة الأولى معاذرة ومساندة الأسرة التعليمية في إنجاح مهمتها، حيث واكبنا افتتاح السنة التعليمية بتنظيف وتأهيل المدارس وتجهيزها وربطها بشبكة المياه، وقمنا بتوزيع 53 ألف كتاب مدرسي و2000 حقيبة مدرسية لصالح تلاميذ السنة الأولى، وقمنا بترميم بعض المدارس التي كانت تحتاج إلى ترميم، وتم تزويد العديد منها بدورات المياه. وفي السياق نفسه تأتي هذه الخطوة المتمثلة في تسليم وحدات معلوماتية متكاملة لكافة مؤسسات التعليم الأساسي بالبلدية، والتي تعتبر محطة أخرى في مسار خدمة تطوير التعليم وجعل المؤسسات التعليمية في ظروف مناسبة تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل. في ظل المدرسة الجمهورية سخرت جميع الوسائل اللازمة من أدوات مدرسية وكل ما من شأنه أن يساهم في نجاح العملية التربوية المراد لها أن توصل أبناء الوطن إلى بر الأمان. افتتح قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة اليوم بنواكشوط أعمال ورشة لتقديم المنصة الوطنية تمكن للتكوين على المهارات الرقمية الأساسية منظمة بالتعاون مع التعاون الألماني. يرمي هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى تقديم ورشة المنصة الوطنية تمكن للتكوين على المهارات الرقمية الأساسية. فعلى مدى هذا اللقاء سيتلقى المشاركون مواضيع تتناول السبل الكفيلة بإنتاج الوثائق الرقمية ومعالجتها واستغلالها ونشرها وفق الضوابط المعروفة في هذا المجال. يندرج هذا النشاط ضمن رافعة تنمية المهارات الرقمية في الأجندة الوطنية الرقمية 2022-2025، ويهدف هذا المشروع الذي نفتتح ورشته اليوم إلى تمكين الإدارة من استخدام الأدوات الرقمية بفعالية أكبر لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، ويأتي ذلك تنفيذاً لخطط عصرنة الإدارة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية. إن اكتساب المهارات الرقمية الأساسية أصبح ضرورياً لإتقان أي وظيفة أو عمل أو مهنة، وتشمل الحزمة التكوينية التي نفتتح ورشتها اليوم مجموعة معارف ومهارات مثل إنتاج ومعالجة واستغلال وتوزيع المستندات الرقمية، 2 تنظيم البحث عن المعلومات الرقمية، 3 العمل عن بعد والتواصل والتعاون بين فرق العمل، 4 تنظيم مساحات العمل الرقمية، 5 تأمين مساحة العمل على جهاز الكمبيوتر وفي المعطيات السحابية، وأخيراً إدامة بيانات العمل.
بدوره المكلف بالتعاون ريتشارد هولن كلورس في السفارة الألمانية بيّن أهمية هذه الورشة وما يميزها من موضوعات تتطرق إلى تطوير المهارات الرقمية والحفاظ على التعلم المستمر، مبينا أن تكنولوجيا المعلومات والأدوات الرقمية تلعب دورا مركزيا في تسهيل المهام الإدارية ونشرها على نطاق واسع وبسرعة تامة، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الموريتانية في مجال تطبيق الرقمنة وما تتيحه من خدمات مختلفة، مبديا استعداد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للمساعدة الفنية لموريتانيا في هذا الصدد. احتضنت بلدية هامد في مقاطعة كنكوسا أمس انطلاق فعاليات مغاربة التسير اللامركزي للمصادر الطبيعية بقرى كارلا في ولاية العصابة ساعيا للحد من التغيرات المناخية. في إطار الفعاليات المخلدة لذكرى 50 لليوم العالمي للبيئة التي تحتفل بها بلادنا هذا العام تحت شعار استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز قدرة التكيف مع الجفاف، أشرفت وزيرة البيئة على إطلاق مقاربة التسير اللامركزي للمصادر الطبيعية وإقامة رابطة التسير المحلي الجماعي بقرى جارالا في مقاطعة كنكوسا. المقاربة الثانية من نوعها تهدف لتحسين الظروف البيئية والحفاظ عليها سعيا لتحقيق بيئة مستدامة وتسليط الضوء على قضايا البيئة وحمايتها. وزيرة البيئة السيدة لاليا علي كامرا أكدت في كلمتها خلال حفل الانطلاق على أهمية البيئة والمحافظة عليها، مشيرة إلى ضرورة مكافحة التلوث البيئي بجميع أنواعه، قائلة إن موريتانيا ما زالت بعيدة عن الوصول إلى الأهداف البيئية مثل عديد البلدان، مردفة أن المحافظة على البيئة تشكل أحد أهم الرهانات ويسعى قطاعها لتجسيدها على أرض الواقع والعمل على تحيين المسطرة القانونية التي تمكن من الحد من المخاطر البيئية وإنجاز التعهدات على المستوى القاري والدولي التي منها العمل على الحد من التغيرات المناخية والتلوث البيئي. وقد أضافت الوزيرة أن المشاريع التي تتم صياغتها ستمكن من التحسين من القدرات ووضع خطط قابلة للإنجاز من أجل المحافظة على الوسط الطبيعي. وفي كلمته بالمناسبة رحب عمدة بلدية هامد بالحضور معبرا عن تطلعه للكثير من البرامج التي ستنهض بالبيئة والتنمية المحلية، مشددا على أن هذا المشروع يعكس استراتيجية الدولة الهادفة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المحلية. معالي وزيرة البيئة، إن حضوركم اليوم إلى بلدية هامد وتحديدا تجمع قرى جرالا لإطلاق برنامج الروابط المحلية لتسيير الموارد البيئية ليعطي صورة واضحة عن التوجه الرسمي للدولة الموريتانية نحو المحافظة على البيئة واعتماد استراتيجيات جديدة ومقاربات متناسقة مع معايير التنمية الشاملة من أجل المحافظة على سلامة القطاع النباتي، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد أهمية هذه الروابط المحلية ودورها في التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة من الحرائق، وقف الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية، المحافظة على الأشجار عموماً والمثمرة خصوصاً واستغلالها بطريقة صحيحة. مع اختتام حفل انطلاق مقاربة التسيير اللامركزي، أدت وزارة البيئة زيارة ميدانية للمصادر الطبيعية المراد حمايتها في قرية جارالا ضمن سياسة القطاع الرامية لحماية البيئة بصفة عامة والمحافظة على التنوع البيولوجي بصفة أخص. وقد زارت الوزيرة قبل التوجه إلى مقاطعة كنكوسا المركز التقني لطمر النفايات الصلبة بكيفا الذي تم تدشينه مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، حيث تلقت شروحا عن كيفية عمل المطمر. كما تفقدت الوزيرة ورشة أشغال المقر الجديد للمندوبية الجهوية لوزارة البيئة الذي يتم العمل على إنشائه. حمد المصطفى، نونو، قناة الموريتانية، مدينة كيفا. احتفت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بانتخاب موريتانيا عضوا بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من خلال حفل نظم بهذه المناسبة في نواكشوط. تذمينا لحصول بلادنا على عضوية في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، يأتي تنظيم هذا الحفل من طرف الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، وذلك تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الده. نختار نقول عن هذا الفوز أنه عنده مميزات خاصة، أنه هاي المميزات الأول منها عنها لأول مرة يتم ترشيح حد من المجتمع المدني
مرشحة الدولة لهذه الآليات الدولية. الثانية عن اللي هذا المرشح عنه يعود امرأة، ولذلك إلين عطى الله عنها عن عات هذه الميزة رافقت هذا الترشح، أعطى مولانا ملي عن النجاح اللي وصلنا له انه ما قد تخلق من الساعة اللي ترشحوا الخبراء الوطنيين هذا النوع من الآليات. ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج أكد أن تمثيل بلادنا في اللجان الأممية والمنظمات الإقليمية يعتبر من أهم مرتكزات العمل الدبلوماسي الحديث. أن هذا النجاح الدبلوماسي الكبير كان ثمرة لاستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج بخصوص ضرورة تعزيز حضور بلادنا وأطرها في كافة المحافل والمناصب الدولية، كما أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في هذا الإطار أمر من شأنه تطوير وتنمية العلاقات بين الدول. رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل أكدت أن حصول الجمعية على هذه العضوية في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل يمثل دفعاً لبلادنا في سبيل تحقيق أهدافها في هذا المجال. إن سعادتي بحضوركم اليوم لهذا الحدث ليضاهي فرحتي بانتخابي ممثلة لبلادي في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهو المنصب الذي سأظل فيه سفيرة لبلادي ومعتزة بديني وثقافتي العربية والإفريقية، وسأخدم فيه بكل جدارة وشرف. وقد تضمن هذا الحفل تقديم مداخلة لممثل منظمة المجتمع المدني السيد محمد لمين آبا، تحدث خلالها عن إسهامات الجمعية في مجال صحة الأم والطفل. في ولاية غرغول دشنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر مساء أمس مجمعا متعدد الخدمات في مقاطعة مقامه. مجمع متعدد الخدمات هو الثاني من نوعه في ولاية غرغول، يبدأ نشاطه في مقاطعة مقامه بعد تدشينه من قبل الأمين العام لمندوبية تآزر بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين وجموع من سكان هذه المقاطعة الحدودية. ويتكون المجمع من عدة أجنحة مختلفة، من بينها متجر لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة وفضاء ترفيهي وقاعة للألعاب الرياضية وملعب لممارسة لعبة كرة القدم. ويأتي تدشين هذه المنشأة ضمن تشييد منشآت مماثلة في عدة ولايات من الوطن توفر فرص عمل للشباب، كما تساهم في تطوير البنية التحتية وتقريب الخدمات الحضرية الأساسية. أذكر هنا بأن هذا المجمع ينضاف إلى مجموعة مجمعات عكفت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء في الآونة الأخيرة على تشييدها بالهدف واحد، وهو الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين ودعم القدرة الشرائية ولخلق فرص عمل، ومستمر على دعمها وإنشائها والتكثير منها لتشمل كافة الولايات والمناطق التي قد تحتاج إليها. عمدة بلدية مقام ثمن وجود هذا المجمع الذي سيوفر فضاء عصريا للتسوق والترفيه، مشيدا باهتمام الدولة بتنمية وتطوير واقع هذه المقاطعة. لا شك أن تدشين هذا المجمع الهام اليوم يجد صداه بشكل إيجابي في نفوس سكان مقاطعة مقام، حيث يعلقون عليه أمالا جساما، وسيكون له دور بارز في الرفع من المستوى الاقتصادي وللأسر الهشاشة وللشباب الطامحين إلى غد أفضل. وسيمكن وجود مجمعات خدمية في مقاطعات الوطن من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان وخلق فضاءات للترفيه والتنزه وتعزيز البنية التحتية السياحية والتجارية. هاشم التهامي لقناة الموريتانية، مدينة مقامة. إلى هذا الحد تنتهي الفقرة المخصصة للغات الإشارة. حط الفوج الأول من حجاجنا الميامين رحاله هذا المساء بمكة المكرمة بعد أن أكمل صلاة الأربعين بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة أحرم حجاجنا الميامين في اتجاه البيت الحرام، متضرعين إلى الخالق سبحانه أن يزد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة، وأن يزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره.
بهذا يبدأ الفوج الأول من حجاجنا الميامين الدخول في مناسك الحج، حيث حط رحاله بمكة المكرمة يبدأ طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة. مشينا اليوم مع الصباح من الفندق وجينا هون لذو الحذيفة، وأجبرنا فيها إن شاء الله ظروف معقولة وحرمنا منها. الفوج الأول فوج موريتاني، ما عندنا أي مشكلة، فتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم، الأحوال كانت تحسن ما شاء الله والحمد لله، التوفيق الحج إن شاء الله المبرور للمؤمن المسلمين أجمعين، والسعي المشكور وذنب المغفور. وقد طوت المحاضرات والشروح الفقهية المقدمة على طول الرحلة المسافة ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، مسهمة بذلك في توعية حجاجنا الميامين حول أركان الحج وما يجب فعله في كل ركن على حدة. التوعية الدينية كانت توعية شاملة ولله الحمد، بدأت في نواكشوط بالإعداد في مخيمات في معهد ابن عباس، في مسجد ابن عباس بدأت الإعداد وتوعية الحجاج للمراحل اللاحقة التي سيقومون بها بتأدية هذا النسك، ثم كانت بعد ذلك مجموعة من الفيديوهات القصيرة المتعلقة بالتوعية الدينية التي طالت كل الأركان والواجبات والمحظورات والسنن والفضائل في هذه الشعيرة. ويتواصل تفويج ضيوف الرحمن من قبل بعثة الحج تباعا طبقا لخطة تراعي سيابية العملية بشكل منتظم. بعثة التلفزة الموريتانية إلى الديار المقدسة، لبات المداح، أحمد الميلود، مكة المكرمة. محليا، أدت بعثة من وزارة الصيد والاقتصاد البحري زيارة لموقع وحدة إنتاج وتربية عينات من الأسماك في منطقة سد أم القليتة بولاية غورغول للاطلاع على تجربة وكالة تنمية الصيد القاري والاستزراع السمكي. ضمن تنفيذ خطة استغلال وتنمية مقدرات سد أم القليتة في مجال الصيد، يأتي إطلاق الأعمال في تشييد وحدة لإنتاج وتربية بعض العينات من الأسماك، وذلك في إطار تدخلات وكالة تنمية الصيد القاري والاستزراع السمكي، والتي تعنى بتثمين واستغلال الأسماك الموجودة في البحيرات والسدود. وفد وزارة الصيد والاقتصاد البحري والذي يضم مستشار الوزير والمدير العام للوكالة إضافة إلى حاكم مقاطعة بود، وقف على الأعمال الجارية لإنجاز أحوال لتفريخ الأسماك وطبيعة الإجراءات المتخذة لضمان نجاح هذه التجربة التي تشكل البداية الفعلية لاستغلال مقدرات سد القليتة في مجال الصيد التقليدي والقاري. المفرخة تتألف من عدة أحواض، فيهم ستة للتفريخ وفيهم أربعة للتكبير، معناها يكبر فيهم الزريعة اللي لا تنتج على مستوى ذوك الستة صغار، وتفوت فيهم فترة من الزمن تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتعود عقب ذاك تقد تنتقل شور المسطحات المائية الأخرى طبيعية. والله زاد اللي مستحدثة كيف هذه المزارع اللي متباركين معاها على مستوى كي هيدي وبوقي وبخاو، هي حالا فيها نوعين من الأسماك، هو سمك البلطي ونوعه الاثنين، سمك البلطي الأحمر وسمك البلطي النيلي. وسمك البلطي الأحمر يدخل موريتانيا لأول مرة، وهذا النوع الثاني هو سمك القط المعروف بكلارياس. إلين تعود عاد ظروف مواتية المسطحات المائية يدور ينتقل هذه الزريعة اللي كبرت هون على مستواها، هي تنتقل إن شاء الله في ظروف آمنة، ظروف علمية وصحية، إلين تندار في الأحواض كيف تندار في المسطحات المائية الأخرى من أجل إعمارها من جديد. وفي مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، عينت بعثة وزارة الصيد والاقتصاد البحري الأشغال الجارية لبناء مفرخة عصرية لتنمية الأسماك، والتي من المنتظر أن تساهم في خلق نشاط اقتصادي لتحسين ظروف صيادين التقليديين في هذه المنطقة. هنا بنواكشوط، نظم الاتحاد الدولي للصحافة العربية فرع موريتانيا دورة تكوينية حول التغطية الانتخابية لتكوين الصحفيين وتعزيز قدراتهم المهنية في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية. هي دورة تكوينية منظمة من طرف الاتحاد العربي للصحافة الدولية فرع موريتانيا لصالح 30 فتاة في مجال تغطية الانتخابات والرقابة على عملية الاقتراع. تهدف الدورة من بين أمور أخرى إلى تكوين المستفيدات وتأطيرهن
على تغطية الانتخابات وفق المعايير الفنية وضوابط التغطية المهنية للانتخابات. هذه الدورة التكوينية تتنزل في تأطير طاقم صحفي على قدر التحدي وعلى قدر المسؤولية في تغطية الانتخابات الرئاسية القريبة. إن الصحفية يجب أن يتحلى بالموضوعية وروح المسؤولية مع الوطنية العالية لنقل الأخبار بالصفة الحيادية. ممثل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أكد أهمية الدورة، مبرزا جهود هيئته في مجال الرفع من مستوى الصحفيين وتأطيرهم. إننا على أعتاب موسم انتخابي هام يتمثل في الانتخابات الرئاسية في 29 من يونيو الجاري، ولا يخفى عليكم الدور الريادي الذي تلعبه الصحافة المهنية في العملية الانتخابية، ولذلك فإن كل جهد تكويني سيسهم في تعزيز أداء الصحافة ويطور مهاراتها يعتبر من أولويات السلطة، وهي لا شك من أول الداعمين. ممثل الاتحاد العربي للصحافة العربية فرع موريتانيا شكر جهود وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على دعمهما في سبيل تنظيم هذا التكوين. هذه الدورة التكوينية إن شاء الله ستكون أول دورة تكوينية بعد تأسيس فرع الاتحاد الدولي للصحافة العربية على مستوى موريتانيا. إن شاء الله ستستفيد منها 30 فتاة في مجال التغطية الإعلامية في الانتخابات والرقابة، وكذلك ستكون هناك مولي أعداد تقارير حيادية وشفافة في أخذ الصورة وأخذ الخبر والتغطية. لذا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعدها إن شاء الله سيحصلون على إفادات من الاتحاد الدولي للصحافة العربية. وشمل برنامج اليوم التكويني مداخلة للنائب فاطمة محمد عبد الله الحسن والسيدة جيهان من الاتحاد العربي للصحافة الدولية، تناولت موضوع إشراك المرأة في جميع المجالات، مشيرتان إلى أهمية هذا التكوين الخاص بمجال تغطية الانتخابات والرقابة على عملية الاقتراع. في موضوع ذي صلة، أطلق مركز الإعلام والمعلومات الانتخابية التابع للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح اليوم حلقة نقاش مع الشباب حول الدورة الانتخابية في ظل الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو الجاري. هنا من مركز الإعلام والمعلومات الانتخابية تنطلق حلقة نقاش مع الشباب حول الدورة الانتخابية منظمة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب. يسرنا في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تكون باكورة عمل المعهد الإعلامي المكلف بنشر المعلومات الانتخابية، أن تكون هذه الباكورة مع شباب ولجوا الحياة الميدانية للتغيير والتأثير نحو الأفضل. وبالنظر إلى خطورة التزييف تتنزل دورتكم هذه في سياق محاربة الأخبار الكاذبة والحيلولة دون تأثير الشائعات، خصوصا إبان الدورة الانتخابية. من جانبه أعرب ممثل المجلس الوطني للشباب عن استعداد المجلس للمساهمة في تنظيم الانتخابات المقبلة في ظروف شفافة ونزيهة. نقول للشباب أننا كشباب لا نشاركوا هاي العملية من أجل الحد من النزاعات ومن أجل التصويت بطريقة تعود شفافية، ومن أجل أن يعود فهم السلم ويعود فهم الأمن في هاي العملية الانتخابية اللي نحن مقبلين عليها، ونختار نقول أن هذا دور نحن كشباب. وينتظر من هذا النقاش الاستماع إلى آراء المشاركين حول الدورة الانتخابية المقبلة والظروف الكفيلة بإنجاحها. عقدت المنسقية الجهوية بالاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية بنواكشوط اليوم مؤتمرا صحفيا لإبراز الجهود التي تقوم بها الاتحادية في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية التعداد العام للثروة الحيوانية.
على مختلف المحاور الطرقية المفضية إلى العاصمة من أوشوط وفي أسواق الماشية التي تشكل أكبر تجمع للمنمنة والثروة الحيوانية في مقاطعة أوشوط. ركزت الفرق التابعة للمنسقية الجهوية على مستوى منطقة أوشوط التابعة للاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية عملها في إطار الإحصاء العام للثروة الحيوانية الأول من نوعه والمنظم من قبل وزارة التنمية الحيوانية بإشراف من الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي. الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية زودت الفرقة التابعة لها بكافة الوسائل اللوجستية الأساسية لإنجاح عملية الإحصاء العام للثروة الحيوانية من خلال تعبئة وتحسيس المنمين بشكل مباشر بأهمية التعداد والنتائج التي ستتمخض عنه. وهنا بمقر الاتحادية في نواكشوط وبحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية استعرضت المنسقية الجهوية لمنطقة نواكشوط الجهود المقامة بها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من الإحصاء العام للثروة الحيوانية على المستوى الوطني. تسعى المنسقية الجهوية بالاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية في نواكشوط بأمر من رئيس الاتحادية السيد المصطفى والعبد الله بالتعاون مع الهيئات المختصة للعب دور حلقة وصل فعالة ومنصة تصميم وتنفيذ ومتابعة بغية دمج القطاع في الدورة الاقتصادية الوطنية كقطاع عصري مصنف يلعب دوره كاملا في سلسلة الإنتاج الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن التنمية الحيوانية تظل أول مشغل للعمالة في المناطق الريفية والحضرية، ومن هذا المنطلق فإن الإحصاء يلبي مطلباً ملحاً لدى الاتحادية وكثير من المنمين. يهدف الإحصاء العام للثروة الحيوانية إلى جمع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي في بلادنا. والآن نفتح نافذتنا على الأنباء الدولية، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. نفذت جماعات من المستوطنين المتطرفين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على فلسطينيين وممتلكاتهم في رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة. في المقابل نشرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس مقطعا يظهر تبشيرها مدرعة إسرائيلية في مرج بن عامر قبل أيام، وقال عمدة بلدة برقة إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون، مشيرا إلى أنهم أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة. اعترف الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مخيم النصيرات وسط غزة، ما أسفر عن سقوط 40 نازحا فلسطينيا بينهم 14 طفلا وتسع نساء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 74 نازحا بينهم 23 طفلا و18 امرأة، وأوضح في تفاصيل الواقعة قائلا: لقد رصدنا قصف جيش الاحتلال لعشرات النازحين المدنيين الآمنين في المدرسة المذكورة بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرات حربية مقاتلة، الأمر الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن روسيا سيطرت على 74 بلدة وقرية أوكرانية منذ بداية العام 2024. وصرح بوتين أمام الحاضرين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ منذ بداية هذا العام وحده أعتقد أنه تم تحرير 47 بلدة. ويأتي افتتاح روسيا منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بحضور دولي واقتصادي شرقي لافت وغياب غربي جلين في ظل اتساع رقعة الصراعات الجيوسياسية في العالم وتكريس القطيعة بينها وبين دول الغرب. نهاية المسائية تذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يعود إلى نواكشوط قادما من العاصمة الكورية سيول بعد مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الكورية. وزير الدفاع الوطني يؤكد أمام الاجتماع 16 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن ضرورة الرفع من مستويات التنسيق والتعاون لضمان قيام إفريقيا آمنة ومزدهرة. وزيرة البيئة تطلق مقاربة التسيير اللامركزي للمصادر الطبيعية بقرى جارلا في ولاية العصابة سعيا للحد من التغيرات المناخية. أخبار الولايات والناجح أحمد بعد قليل. إلى اللقاء.